اليمين. سعود الخيبري يلعبها وتلحط ويتابع وجول. جول يا سلام من كرة ثابتة بحطها الراشد. ممكن يكون مشاركة دفاعية في هذا اللقاء. ماجد هزاز ممكن يقدم يلعبها. الله جول سكيتي. جول على الساكت. قريبة هذه الكرة غريبة. ومحمد راشد أيضا ثنائية. أقول عن فريق الحزم الذي لا يلعب كرة قدم بالطريقة المطلوبة. محاولة لفريق التعاون. يا سلام يتقدم ورايح ويحطها وجول الذي زرع بدر الخميس. بدر الخميس زرع واللي حصد منصور كروتيسي زرع الخميس.